بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله هنتعلم دلوقتي إزاي نقدر نختصر الروابط الخاصة بأحد صفحات ومواقع الإنترنت، ولكن الرابط ده طويل شوية، أنا عايز أختصره. بنسخ الرابط وأدخل على أحد مواقع اختصار الروابط. طبعا في مواقع كتير، لكن يعتبر أفضلهم أو بالنسبة لي أنا شخصيا هو موقع goo.gl، وهو أحد الروابط أو أحد الصفحات الخاصة بشركة جوجل. من أهم مميزاته طبعا أنا هنسخ هنا الرابط واضغط على شورت كات. من أهم مميزات الموقع ده هو إن الرابط اللي بيطلع لي بيكون معلهوش إعلانات. طبعا في روابط كتيرة بناخدها بدون نيجي ندخل عليها نلاقي إعلانات الأول، وصفحات وصفحات بتنقلنا لصفحات تانية، وأعمل إسكيب وأضغط على زراير المواقع دي. الموقع اللي معانا النهاردة بدون أي مشاكل من ديت، أقول له نسخ للرابط وأبدأ أتوجه لأي صفحة جديدة وأعمل له لصق. الرابط الصغير ده بمجرد أن أقرأ عليه في البراوزر هو مباشرة بيوجهني للصفحة الرئيسية، وشكرا.